بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما زلنا في هذا المجلس المبارك لقراءة عمدة الإحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في القراءة فيه إلى كتاب الزكاة. القراءة مع أخينا الشيخ سعد بن محمد الزهراني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه كتاب عمدة الأحكام، قال: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ كيف يدعو إلى الله عز وجل، فعلى طالب العلم مع تعلمه للعلم أن يتعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس: الجبار الهدر الذي لا شيء عليه، والعجماء الدابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنه أبيه؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبها لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكأن قائلهم يقول: خذوا الشياه والبغال والبقر، لقد أخذنا منكم خير البشر. هذا الموقف العظيم الذي كان بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا عظيما، فيه دلالة على حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. نعم. أحسن الله إليكم. باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قضى رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقيط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا منها هذا يعدل مدين؟ قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. كتاب الصيام. كتاب الصيام، كتاب هذه ترجمة، هذه ترجمة، كتاب الصيام هذه ترجمة. عبد الغني المقدسي رحمه الله إلى كم نوع قسم التراجم في هذا الباب؟ كم نوع يا أخوان؟ إلى نوعين. النوع الأول تراجم إيش؟ كلية إجمالية،
كلية إجمالية، ومنها هذا هذه الترجمة كتاب الصيام. طيب، والنوع الثاني تراجم جزئية تفصيلية، تراجم جزئية تفصيلية. النوع الأول التراجم الكلية الإجمالية كم ذكر منها في هذا الكتاب؟ 19 ترجمة، 19 ترجمة. والإجمالية كم؟ 63 ترجمة. أحسنتم، نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وعن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله. في الحديث السابق حديث أبي هريرة: فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا رأينا شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان، هل ننكر عليه أو لا ننكر عليه؟ أو نقول: أطعمه الله وسقاه فاتركه؟ ننبهه ولا ما ننبهه؟ ننبه عليه. لماذا؟ لأن هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب الأمر معروف النهي عن المنكر، نعم، ونيته إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان فعلا مفطرا أنكرنا عليه، وإن كان ناسيا نبهناه وهو يتم صومه ولا عليه إثم، نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينا نحن على ذلك، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: قل: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك، الحرة أرض تركبها حجارة سود. باب الصوم في السفر وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الصوم في السفر يا أخوان، جواز الصوم في السفر، ولكن الفطر أفضل، ومن كان يشق عليه الصوم فصومه إيش؟ يشق عليه الصوم، يتعبه الصوم، يكره له ذلك، يكره ذلك، نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وأخرجه أبو داود وقال وهذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رضي رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهرنا فأقضيه عنها. فقال لو كان على أمك دين كنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية أن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك وعلي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ولم أصم من شهر ذات أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما أفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما أفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية الله صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما أفطر يوما. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوم نفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جابر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أنهى. هذه الوصية هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لكل طالب علم. فأبو هريرة رضي الله عنه كان من طلاب الحديث فأوصاه الرسول بهذه الوصية وهي بثلاث هذه الوصايا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام. نعم أحسن الله عليكم. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه فقال هذا يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيام واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. باب ليلة القدر هذا من أي أنواع التراجم؟ الجزئية التفصيلية. نعم وعددها 63 ترجمة. نعم. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر فمن كان متحريها فليتحرى في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحاتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف 10 الأواخر. فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء في تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه وبعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكان الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية أن مكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى كتاب الحج. باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل. المواقيت يا أخوان تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. هذا الحديث عن مواقيت المكانية. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل يمن إلي لملم، وهن لهن لمنة عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم أهل أهل اليمن من يلملم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجن عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ البخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. باب الفدية. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى، أو قال: أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي الأدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها
الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار وقالت عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد منية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيه لي أحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاء. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر القين الحداد، باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم: الغراب والحداد والعقرب والفأرة والكلب والعقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحداءات بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، وأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم أو يقدم عليكم وفد وهانهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود وأول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن وعصا محنية الرأس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الركن لو الحجر الأسود يستحب تقبيله، وإن لم يتيسر فيستلمه بعصا أو بمحجن، فإن لم يتيسر يشير إليه، بخلاف الركن اليماني، فالركن اليماني يستلم، فإن لم يتيسر الاستلام لا يشير إليه. نعم. قال باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه قال نصر بن عمران الضبعي أنه قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. الشيخ سعد قرأت الحديث السابق عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الركنين اليمانيين. باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها، وسألت عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال وكان ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة
وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ذات أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ذات طواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف وتصفى فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم حتى قضى حجا ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى فساق الهدي من الناس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية المتعد في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعد يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعنى. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قال إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها وقلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فرأيت راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: بالثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو قال ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الغسل المحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواب، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبره، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال مسرور بن ابن عباس: لا أمارك أبدا القرنين العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب فسخ الحج إلى العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهادي. فقال: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحضرت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت أو طهرت فطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر قال: وقادمنا مع رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول صلى الله عليه وسلم وجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في حديث عائشة السابق يا إخوان أن الأصل أن المرأة تغار من ضرائرها حتى في العبادات، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا عمرة وحج، وعائشة لم تأخذ ذلك إنما قرنت، فطلبت أن يكون لها مثل ما كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر فطري طبيعي بين النساء. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمر من يجعلها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. وعن عمرة بن الزبير أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص العنق بساط السير والنص فوق ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حاجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر
فحلفت قبل أن أذبح قاذح ولا حرج. وجاء آخر فقال من شرف نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا ولا حرج. عن عبد الرحمن بن زيد بن خاعي أنه حج مع ابن مسعود فراه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين. فمن حلق في النسك فقد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة، دعا له 3 مرات بالرحمة. نعم. صلى الله عليه. وأنا عائشة رضي الله عنها أنها قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوما نحن فحارت صفية فأرد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من امرأة من أهله. فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال أحابستنا هي. قالوا يا رسول الله أفضت يوم النحر. قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطرافت يوم النحر. قيل نعم. قال فانفري. من الوصايا لمن يحج ومعه نساء أن يحرص أن يطفن طواف الإفاضة في يوم النحر حتى لا يعني أصابتها الحيض يسقط عنها إيش طواف إيش إخوان طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع إذا هي طافت طواف الإفاضة. نعم. حسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمير الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن امرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال استأذن العباس بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما في إقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحد منهما. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون على إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولت العضد فأكلها. وعن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء وقال بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي لفظ المسلمين رجل حمار في لفظ شق حمار في لفظ عجوز حمار. وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. كتاب البيوع. من أي أنواع التراجم هذا كتاب البيوع؟ إجمالية. إيه نعم نعم. حسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. باب ما ينهى عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابلة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع للرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة والملامسة ولمس الثوب لا ينظر إليه ولا ينظر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصر الغنم أو لا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلو بها ويحلبها رأين رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. ولا تصر الغنم ما معنى حبس الضرع ليجتمع فيه اللبن ثم يفك هذا يعني الرباط وينزلها للسوق فإذا رآها المشتري ظنها كثيرة اللبن. نعم. صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعان تبايعه أهل الجارية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ونهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل ما تزهي قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضرا لعباد. قال فقلت ابن عباس ما قوله حاضرا لعباد؟ قال لا يكون لهم سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومغن البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العرايا وغير ذلك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرى رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أذابوه. باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وعز معلوم إلى أجل معلوم. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق وفي كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذابت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندي امرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بعد رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جبل أفأعيا فأراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال فبعني بأوقية. قلت لا. ثم قال بعني فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجش ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض وتبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وعنه قال جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. أوه كلمة للتعجب تقال كلمة للتعجب.
نعم. وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب الورق دينا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب الفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أو حبست أصلها وصدقت بها. قال: وصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلا ولا يرث ولا يوهب. قال: وصدق عمر في سبيل الفقراء وفي القرباء وفي الرقاب في سبيل الله ابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه أو يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعود في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العيد في هبته كالعيد في قيئه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العيد في هبته كالعيد في قيئه. وعن النعمان بن بشير وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: صدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهده على صدقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بوعدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نهري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقوال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعاقبه، فإن للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطا وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد الشبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعا فإن معها حذاء وسقاءها ترد الماء وتأكل شجر حتى إذا ربها، وسأل عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. من يعمل بهذا الحديث في هذا الزمن؟ من يعمل بهذا الحديث؟ نعم. في قسمة التركات يا أخوان، ينبغي لطلاب العلم
أن يحث الناس على المبادرة في قسمة التركات في الأيام الأولى للوفاة، لأن النفوس تكون يعني بعيدة عن الطمع وراغبة في الآخرة وفي ألفة القلوب، وعندما يطول العهد يحصل محبة المال والخلاف والنزاع والشقاق، فالأولى المبادرة في القسمة. نعم. أحسن الله إليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرثم الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى البرمة على النار فيها لحم، فألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم صدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو علي صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق، كتاب النكاح. عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من حث الشباب على الزواج يا إخوان في هذا الحديث؟ من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وليس كما يفعله بعض يعني المسلمين في هذا الزمن من تأخير الزواج يعني بأعذار متعددة، منها قلة ذات اليد، ولكن الإنسان إذا توكل على الله سبحانه وتعالى ويعني أخذ الأسباب الممكنة كان الزواج سببا لرزقه. الله عز وجل يقول: وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وجاء في الحديث: ثلاث حق على الله إعانتهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، فالله عز وجل تكفل بإعانته إن كان يريد أن يعف نفسه عن الحرام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا تزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوامنا قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون أو عثمان بن مضعون إن التبتل ولو أذن له لاختصينا. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب اعتقى فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. وثويبة هي من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته بلبن ابنها مسروح، ورضع معه في هذه الرضعة من؟ حمزة وأبو سلمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما سألتم به الفروج. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار، وأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداقة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني، فبت طلاقي، وزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسلته ويذوق عسلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن مسعود
سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتيها لو قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. مثل هذا الحديث إخواني ينبغي على المسلم أن يحرص على تطبيقها في واقعه اليومي وفي حياته، حتى يكون له الآثار المترتبة على هذه الأحاديث من وقاية الشر أو جلب الخير. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو هو قريب الزوج، كل أقرباء الزوج قال له حمو. نعم. قال: ولي مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي هذا الحديث أخوان بيان أن ليس من الفضيلة كثرة أو المهر أو صداق المرأة، بل الفضيلة أن يكون صداقها يسير. وهذه المرأة تزوجت بالقرآن. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: وما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد.